السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي. النهاردة إن شاء الله هناخد مع بعض الدرس الثاني وهو حضارة فينيقيا. هنتكلم في الأول عن أهمية الحضارة الفينيقية الدينية والاستراتيجية. تميزت فينيقيا بموقعها الجغرافي المتميز، وكانت مهبط للديانات السماوية اليهودية والمسيحية. لعبت دور مهم في نشر الدين الإسلامي، وقام فيها منذ فجر التاريخ العديد من الحضارات زي الحضارة الأرامية والعمورية والفينيقية. الفينيقيون أو الكنعانيون هم أول من استقروا على الشريط الساحلي لسوريا وفلسطين ولبنان. فينيقيا أطلق الإغريق عليها اسم فينيكس، معناها الشعب الأحمر، وده اللي شهرتهم في إنتاج الصبغة الحمراء. أما بالنسبة لأشهر المدن الفينيقية، عندنا مدينة صيدا. احتلت مدينة صيدا مركز الزعامة بين كل المدن الفينيقية، وقيمت على لسان ممتد في الماء وبيحيط بها عدة جزر صغيرة. المدينة التانية عندنا هي مدينة سور، تولت الزعامة بعد مدينة صيدا، وكان يحيط بها سور كبير أو سور عظيم أكسبها مناعة ضد الغزاة. المدينة التالتة مدينة جبيل. جبيل أو جبيل كانت من أقدم المدن الفينيقية وأوثقها صلة بمصر، والدليل على الكلام دوت إن تم العثور فيها على الكثير من التماثيل المصرية وحجارة عليها أسماء لفراعنة مصر أو ملوك مصر، وعثر بها على أقدم أبجدية في الوطن العربي. المدينة الأخيرة معانا هي مدينة أوجاريس، ودي نالت شهرة كبيرة أو شهرة عظيمة في الفن والعمران، وتقدمت تجاريا فكانت ميناء يمتلئ بالبضائع اللي بتصدر لكل جهات العالم. دلوقتي هنتكلم عن الفينيقيون وتوسعهم في البحر أو في مجال البحر. اتجه الفينيقيون للبحر بسبب توافر الأخشاب الصالحة لبناء السفن وكثرة التعاريج الساحلية الموجودة في فينيقيا وموقع فينيقيا المتوسط. مستعمرة قرطاجة. مستعمرة قرطاجة أسسها الفينيقيون بالقرب من مدينة تونس الحالية، وأخذت تتقدم وتزدهر بشكل كبير حتى أصبحت تنافس المدن الفينيقية نفسها في التجارة والنشاط البحري. دلوقتي هنتكلم عن مظاهر الحضارة الفينيقية. في المجال السياسي مثلا، لم يستطع الفينيقيون الشرقيون أن يشكلوا وحدة سياسية واحدة بسبب التنافس بين المدن الفينيقية الشرقية، وكان نظام الحكم عند الفينيقيون ديمقراطيا، فكان لكل مدينة حكومة خاصة بها بيترأسها حاكم أو ملك وبيحكمها بالوراثة وبيساعدوا في إدارة الحكم كل من مجلس الشيوخ، وهم هيئة من المشرعين بيشرعوا الدستور أو القوانين، ومجلس النواب وهم كانوا من الطبقة الأغنياء أو طبقة الأغنياء، والكهنة. عرفت قرطاجة النظام الجمهوري، واستمرت عليه حتى سقوط قرطاجة على يد الرومان. أما بالنسبة لسقوط فينيقيا، فحاول الملك البابلي نبوخذ نصر احتلال فينيقيا، وبدأ إن هو يحاول احتلالها أو إن هو يحاول الاستيلاء عليها، ولكن أسوار فينيقيا المنيعة منعته من الاستيلاء عليها. ثم احتلها الإسكندر الأكبر، وبعد 3 قرون احتلها الرومان، ودخلت الجيوش الإسلامية في فينيقيا سنة 634، اللي هي بعد كده عرفت باسم بلاد الشام. بعد كده هنتكلم عن التواصل السياسي والعسكري مع المصريين. أرسل المصريون حملات لبلاد فينيقيا لأنها كانت بتمثل خط الدفاع الأول لمصر، وأنشأوا القلاع والحصون بها. اشترك مثلا الفينيقيون مع تحتمس الثالث في معركة ماجدو للقضاء على أعدائه، وضاعت أملاك مصر في سوريا في عهد إخناتون بعد الثورة الدينية اللي عملها، إلا أن رمسيس الثاني نجح في إعادة النفوذ المصري في سوريا مرة أخرى بعد معاهدة صلح مع الحيثيين وتدعيم العلاقات التجارية. أما عن الحياة الاقتصادية فاهتموا بالزراعة، وتمثل هذا الاهتمام في تحويل سفوح جبال لبنان إلى مصاطب صالحة للزراعة، كما اهتموا بزراعة الحبوب والأشجار زي النخيل والعنب، وأدخلوا أشجار الرمان اللي كانت بتزرع فيه أو أدخلوها إلى شمال أفريقيا. أما عن الصناعة فتفوق الفينيقيون بشكل كبير في كثير من الصناعات، ومن أهمها صناعة الغزل والنسيج، صناعة الثياب المزخرفة أو المزينة من مادة حمراء من أجسام بعض القواقع البحرية، واهتموا برضو أو برزوا أو برعوا في صناعة الفخار والصناعات الزجاجية اللي عرفتها مصر من قبل الفينيقيون وتفوقوا فيها.
والصناعات المعدنية استخدموا المعادن في صناعة الأسلحة والآلات الموسيقية. أما عن التجارة فكانت هي المورد الأساسي للفينيقيين، وتأثر سكان المدن الفينيقية بطبيعة موقعهم، فأدى ذلك إلى ازدهارهم تجاريا أو استخدموا البحر في التجارة. سكان المدن الداخلية تخصصت في النقل البري، أما سكان المدن الساحلية في قرطاجة برعوا في النقل البحري، والفينيقيون هم أول أمة بحرية في التاريخ، أول من استخدموا البحر في التجارة في التاريخ. أما عن التواصل الاقتصادي المصري مع فينيقيا، فإن الملك سنفرو مثلا أرسل أسطولا من 40 سفينة لإحضار خشب الأرز، واستعان الملك نيخاو ببحارة فينيقيين للدوران حول أفريقيا، واحتل الفينيقيون رأس المثلث الحضاري الذي يتكون ضلعه الأيمن من بلاد النهرين اللي هي العراق، وضلعه الأيسر من مصر، وقاعدته هي اليمن. كده خلصنا الجزء الأول من الدرس، على أمل إن شاء الله الالتقاء في المرة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.